للمزيد حول التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين بالعراق بشأن النازحين في العراق المضطرين للعودة إلى منازلهم المدمرة، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بك دكتور أيمن. بداية، أصدرتم في قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين تقريرا عن وضع النازحين، لسيما بعد قرار الحكومة إغلاق مخيماتهم. بداية، كيف تنظرون إلى هذا القرار وتوقيته؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين جميعا. أهلا بك. حقيقة هذا الملف النازحين على طول هذه السنين العجاف حقيقة الثمان الماضية، يعني خاصة ولا سيما في السنين الثمان الماضية، تعاملت الحكومة مع هذا الملف بتعاملات يعني حقيقة لا يمكن أن توصف إلا أن تكون تعاملات طائفية، تعامل الإذلال، تعامل تعمد عدم إيصال المساعدات إلى النازحين في يعني جولة بسيطة على المخيمات القريبة من المدن، فضلا عن المخيمات الأخرى المتناثرة في الصحراء تجدها مخيمات بائسة، مخيمات مهملة، مخيمات تنعدم فيها الخدمات الصحية. فهذا الإجراء حقيقة يأتي ضمن سلسلة إجراءات تعسفية تقوم فيها الحكومة تجاه هذه الفئة المجتمعية الضعيفة. إلى أي مدى ترون دكتور أيمن أن القرار قرار إغلاق الكثير من المخيمات سياسي أكثر منه تنظيمي؟ أخي الكريم، هذا الأمر يعني هو تعامل الحكومة، نعود إلى طبيعة تعامل الحكومة مع ملف النازحين. كله يعني يراد منه كسب سياسي، ولا سيما نحن يعني هنالك انتخابات قريبة تجري في البلاد، فهذا تريد الحكومة أن تستفيد من هذا الموضوع وأن تضع نفسها باعتبار أنها أنجزت هذا الملف وطوت صفحته، ولكن هو في الحقيقة هو هروب من الواقع، هو يعني زيادة في تفاقم الأوضاع المتدهورة للنازحين ولا سيما فئة المحتاجين بشدة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة. هذه هنالك زيادات حقيقة كثيرة ومرعبة على هذه الفئة من النازحين. كما تعلم دكتور أيمن، فإن 14 مخيما للنازحين حتى الآن في مناطق عدة أغلقت بشكل كامل. السؤال هنا، كيف رصدتم آثار هذا القرار على النازحين في هذه المخيمات؟ القرار الإغلاق هو قرار غير مدروس وقرار يعني متعجل جدا حقيقة، وبالنتيجة تداعيات هذا القرار كثيرة، لكن أبرز التداعيات هو أولا الاحتياجات الإنسانية للنازحين لم يعني بالعكس هي ازدادت لم تقل، كل ما هنالك ازدادوا عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في العراق، ازدادت النسب التي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. هناك الكثير الكثير من النازحين المحرومين من حقوقهم، أبسط حقوقهم المدنية. وهذا كله طبعا يعني أصبح الحقوق الأساسية للإنسان أصبحت رفاهية في العراق في ظل حكومات لا تأبه للمواطن ولا تكترث لأحواله المعيشية فضلا عن التعليم والصحة والخدمات، هذه كلها معدومة. فلك أن تتصور أخي الكريم وللمشاهدين الكرام الأحوال الصعبة والمتفاقمة الإنسانية التي يعيشها النازحون. دكتور أيمن، يعني الحكومة الحالية من جهتها تحاول دفع النازحين للعودة إلى مدنهم. السؤال هنا، هل رصدتم تقدما ما في ملف إعادة الإعمار من أجل تهيئة الوضع عمليا لعودة آلاف النازحين؟ أخي الكريم، هنا نصطدم بمسألة الفساد المتجذر والمستشري بشكل كبير جدا في العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي والهيمنة الإيرانية التي أعقبته، فهذا الفساد يقف حائلا ويقف
يعني حقيقة يمنع أي مسألة إعمار أو إعادة إعمار. هنالك صيانة تحتاج إليها، هنالك أنظمة نظام صحي منهار، هنالك نظام تعليمي متهاون. يعني هذا كله مرده إلى الفساد الكبير، فما بالك بإعادة الإعمار وفي مدن دمروها بحرب حقيقة يعني مفتعلة. الجميع بات يعلم الأهداف نعم الأساسية من هذه الحرب نعم التي خلفت مئات الآلاف من القتلى نعم والجرحى، فضلا عن ملايين النازحين والمهاجرين والمدن المدمرة المنكوبة التي يعني يعيش أهلها حقيقة نعم التشرد والشتات وضيق ذات اليد. نعم. دكتور أيمن، عود على بدء ما جئت به من معلومات في بداية هذه المقابلة، وجئت على ذكر موضوع الانتخابات. باعتقادكم، هل هناك فعلا يعني رؤى أو خطط من جهات على الأرض تتعمد وضع اللاجئين أو النازحين داخليا في إطار يعني دعاية انتخابية، اللعب على وتر مثلا مشاعر هؤلاء المواطنين ومعاناتهم بغية تحقيق بعض المكاسب في الانتخابات المقبلة؟ هل هذا يحصل على الأرض؟ أخي الكريم، هذه التجربة يعني هذا ما ذكرته، ما ذكرته جنابك هو ما حصل في التجارب السابقة للانتخابات الماضية. فاستغلال هذه الفئة المجتمعية الضعيفة من قبل السياسيين وقادة الميليشيات هذا أمر مفروغ منه حقيقة، لكن هو يضاف عليها أنهم يعني يخرجون أنفسهم كأنهم أنجزوا هذا الملف وانتهوا منه، وهذا الحقيقة كما ذكرت هو هروب من الواقع، وهذا كله سياسات منهجية ترحيلية للمشاكل والأزمات اعتادت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لكي تظل على قيد الحياة في العراق. من عمان كنت معنا عبر سكايب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لك.